أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الغش في البيع والشراء؟ لا يجوز الغش في البيع والشراء، ولا يجوز الغش في سائر الأمور التي تكون بين الناس من المعاملات وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهذا وعيد شديد. سبب الحديث أنه مر صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام يتفقده، فأدركت أصابعه في أسفل الطعام بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، المطر. قال: هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. هذا أمر خطير، ولا يجوز الغش في المعاملات والبيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم.